هذا وشيعت ظهر اليوم بمقبرة عين البنيان جنازة الراحل الشاب رياض خيثر مدير القطار الذي توفي في حادث اصطدام قطارين أمس ببدوى. والشاب يبلغ من العمر 29 سنة الذي عرف بأخلاقه الحميدة وسط أبنائه برايس حميدو وكزملائه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وليد الفاميليا مسكين شباب صغير وليدي توا خد فيه الخدمة تاع التراك انا راسو مسكين بابا وليدي تعرف غير الجامع والصلاة العبادة والسبور وليدي اما الناس كامل تحبوا الدنيا كامل تحبوا وليدي وتموت عليه الموت تاعو كتر من مليون عبد اللي جا وهيمن عزيزة بابا وليدي وليدي صحاب لابون كامل تحبوا كامل محبوب سبورتشيف يحب مسكين خدمته وسبورتشيف مسكين وطايع ربي وغير من الجامع ما باعتش والصلاة والعبادة يا ما ربي يرحمه ولا يجعله من جنب بابا وليدي شباب صغير ياي هو دفن خوه كي مات وهو انا دفنته شكون يدفني انايا ما كان مت انا وما ماشي وليدي يا ربي نحب تكون جيرك ان شاء الله على الجنه ومن جنة وليدي كيما نحكيها لك انا كيما يحكوها لك كاع ولا طلاب بوانت يا هذاك الانسان يا اخو ما يتعوضش يا دائما ضحكه فيه وتشو كنا كيف كيف انسان ما عنده والو عنده كيما نقول سبور خدمه مسجد كيما اللي تخسي عليه اللي تخسي في لابونت يقول لك الهضره يا تاثرنا كاع يا اخي ماشي زعما انا برك جامي صارت هكا جنازه وقاس كاع ولاد لابون كيما هادي بروبليم هذا اللي صرا هذا يا اخي واش راح نقول لك ترى القطار تاع الصيف هذا يا كان رايح ما احترمش الله اعلم الاشاره اللي كانت قبل من القطار هذا دخل فيه بالك انا على بالي علاش خاطر الانسان هذا يخدم عيا بزاف خدم فوق اللازم خدم فوق اللازم راح لسطيف خرج من بني منصور للجزائر ومتزاير يروح حتى لسطيف ويعاود يرجع حتى لبني منصور القانون ما يقولش هكذا يا اخي